الشرقية للأنس، تسوية فيك زميلي واقف. أنت المقاوم الصاهر يا مسؤول، متى تصحي؟ بكسر التأمين الصحي، علي صوتك يا جريح. أنت المقاوم الصاحب، علي صوتك يا جريح. أنت المقاوم الصاحب. وين الترقية على الأرض؟ وين الترقية على الأرض؟ سنين، أربع سنين. بيا بخصوص من قوافل الجيش. اليوم احنا بوقت احتجاجية القرحة لمطالبة حقوقنا. من هم من يريد تدليك طبيعي، ومنهم من يريد سفر، ومنهم من يريد إجراء عمليات. وإن شاء الله بتعيين المحافظ الجديد يوجد استجابة من القادة ومن المحافظ إن شاء الله. وأيضا رئيس علي مرسل أحمد، وأيضا المعاهد. نحن اليوم خرجنا ظاهرا نطالب حقوقنا، نشتي علاقات، نشتي سفر، نشتي رتاب، نشتي تسوية لإخواننا بالمناطق الأخرى. ودلنا لا علاقات ولا رتاب، حتى الرواتب حقنا ما صرفت لحد الآن. هذا صحيح. تمام، والإكرامية صرفت لهم هنا، وما هو ارتعز لم تصرف. وسفر معه. ومن هنا صرف لهم مبلغ كبير بالأمس. وإذا تعز اليوم وبالمواطنة